هاي جايز، كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن هوريكم كيف نلعب بلوك الحبل. هلا اول اشي استنوا احط الكاميرا، لانو انتو عارفين انو كاميرتي خربانة شوي مكسرة، الكاميرا مش كتير واضحة. فهلا جايز راح اعلمكم. اول اشي بيكون مثل هيك، وبعدين طبعا اذا بدكم هو لازم يكون هيك زي لازم يكون بس مثل هيك. اوكي هيك، شوفوا هيك. وبعدين من اول شوفوا دقيقة، انا سلك الكاميرا عشان مش مبين شغلة. زي ما انتو عارفين كيف بيكون ايدينا، من اول ما يقرب على رجلي بضغط. اوكي من اول ما يقرب على رجلي بضغط. انت تشوفوا هلا كل ما بضغط تلاقي مكان منيح نحط الكاميرا عشان ما تكون بوبيز. بحطها هون وبرجع لهون. شايفيني صح؟ هيك لازم يكون طبعا رجليكم مسكرين اكثر اشي، بس نفسه لازم برضه يكون مسكرين. اذا مستحيل شوفوا اذا مستحيل شوفوا إذا مسكرين. من أول ما أقرب على رجلي بضغط. شوف هلا أنا لأني بعرف أعملها فمش بقدر على حركة جديدة، هي هيك هاي هيك بضغط. هلا رح أعيد. شوفوا اوكي خليني ورجيتكم كيف. اذا بدكم كمان فيديو عشان ما فهمتوا بس احكوا لنا، بس اكتبوا لي على التعليقات تحت. اذا بدكم كمان فيديو ما فهمتوني وبعمل لكم. باي.